يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قدم الطالب لمعلمه في نهاية العام أو عند انتقال المعلم من المدرسة إلى مدرسة أخرى، قدم له درعا مكتوبا عليه بعض كلمات الشكر والثناء على ما قدم المعلم خلال الفترة السابقة، هل يجوز ذلك؟ الدرع هذا ما في فائدة، وش الفائدة منه؟ زود ثقل يشيله معه، ما أشوف فيه فائدة، هذا من العادات والتقاليد اللي ما فيها فائدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ إنسان درع يلبسه هذا ما يجوز لأنه رشوة، أما إن كان أنه درع حصاة ينقله ولا حجر ولا لوحة، شو الفائدة من هذا؟ أنت كلفته الآن. نعم.